النهارده في اجتماع بقى مع الوزير. احنا دخلنا عشان نجتمع بالوزير، الوزير دخل لنا بس اول ما قعد ما رضيش يسمعنا، اول ما بدانا نتناقش معاه خرج وسابنا. بعد كده كان في مستشار اللغه الانجليزيه واستاذ محمد سعد اللي هو الامين العام بتاع الامتحانات الثانويه العامه بس. وبعد كده اتناقشنا بقى في الامتحان، في القطعه. احنا كانت مشكلتنا في القطعه الخمسه، القطعتين القطعه الخمسه والسته والفاينز ميستيك. وهو قال لنا ان هو هياخد عينات من الامتحانات ويقسم لنا الدرجات.